خلونا بقى في طفل، والله هو طفل يعني، انا بسمي مرحلة المراهقة عقل عقل لسه يعني يستوعب قليل من الخبرات، جسم جسم راجل او جسم انثى، بالغ شنب مخطط، العضلات طالعة، تفاحة ادم بنت والصوت ابتدى يخشن، ودي من علامات المرحلة. رقم اتنين للبنات بقى، تبص بنت قدامك ولكن لسه هي قليلة الخبرات، عايزة صراع، ودي بقى من خصائص المرحلة اللي أنا نفسي كل أم وكل أب ياخدوا بالهم منها. لو فتحنا مخ المراهق يصعب عليكي بجد، كمية من التفكير وعامل حساب الآخر، أنا المفروض غيري متوقع مني تصرف معين، متوقع مني قرار، وهو لسه محتاج إن هو يبرول القرار في دماغه، صراعات جوه دماغه عشان بس يبين، محدش يقول عليا لا انت صغير انت مش عارف تتصرف انت كذا، لا صراعات على الشكل. تعالي شوفي البنت وهي في مرحله مراهقه مثلا، بتبتدي تقول مثلا إيه، لا ده انا كذا، لا ده شكلي ده عامله، ده انا عايزه عمليه تجميل في مناخيري، لا ده مش عارفه ايه ده انا وشكلي طب اللبس، طب الشكل، والولد يعمل القميص الشميس ده، لا يشيل التيشيرت ده، يعمل ده، مرحله كميه من الصراعات بس عشان ياخد قرار في لبس او في خروج او في امر صعب جدا. مرحله المراهقه عندي يا من 11 ل 14، ومن 14 ل 18، ومن 18 ل 21، قسموها كده، مراهقه مبكره، مراهقه متوسطه، مراهقه متاخره. والمفروض ان انا اعرف كأم وكمربي انا خصائص كل مرحله ايه عند الاولاد، مهم جدا جدا. اخطاء كتيره بنعملها، وانا في البدايه اهو قبل ما اتكلم، انت مش ام فاشله عشان وقعت في خطا، احنا بشر والخطا عادي طالما عرفت هو ايه ينفع يتصلح. انا اسفه يا اولادي انا اخطات معاكم في حاجه زي كده، والمفروض الصح بتاعها كده، هو ده الكلام، ده الكلام، وده اللي يتقال للاولاد، وده اللي يبقى دايما. وما تستحيش تقول لك لا وانا هتاسف لهم وانا اقول لهم انا غلطت، ايوه قولي انا غلطت، انا زودت شويه في صوتي، انا عملت معاكم كذا شويه، يجي بس ثانيه ويقول لك لا انا 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 مش حاسس انك انت فهماني او انت واخده، او يبقى في فجوه بين الام والاب وبين الاولاد. تمام.